تعالى نكلم دلوقتي الرائعة وحبيبتي وعشرة عمر، واللي كانت هنا موجودة معايا وأشادت بالفيلم ده أثناء تصويره جامد جدا، وأنا أعلم جيدا هي قد إيه تعبت وراحت وعملت اتفاقيات كتير عشان الفيلم ده يطلع. رانيا جيد، بشرة ورانيا جيد، ورانيا رانيا. هنكلمها حالا، طبعا هنكلمها طبعا حالا برضو. طبعا طبعا. وبشرة، بشرة مساء الخير يا انجي، ازيك؟ اه يا حلوة، عاملة ايه؟ ازيك وازاي طبعا معاكي نجم النجوم طبعا، يعني شريف منير طبعا، يعني الواحد اصغر بكتير من انه يتكلم عنه وعن تاريخه ومشواره، وهو عنده حق. شفتي قد ايه النجم لما بيقدر مجهود الناس اللي حواليه، اول ما قلت الاسم قال لك رانيا الجيد على طول، لانه فعلا هي تعبت جدا جدا في الفيلم ده. والحقيقة يعني هي وحسام الجوهري وكل الناس اللي اشتغلت في الفيلم تعبوا، لأن كانت ظروف تصويره حقيقي صعبة، ويعني متعثرة في ظروف، يعني في ظروف كتير جدا، ولكن ده ما منعش صناع الفيلم من هم يقفوا جنبه، ومنعش ان الصناع ان هم يقفوا جنب المخرج، ومنعش المخرج انه يعمل شغله صح ويطلع صورة بالشكل الراقي، اللي هي يعني كل الأجانب اللي فرجتهم التريلر بتاع الفيلم قبل نزوله، كل المنتجين العالميين اللي قابلتهم أثناء مهرجان الجونة، كلهم أشادوا بالبرودكشن فاليو بتاع الفيلم، وقالوا قد إيه الفيلم ده مش مصدقين شكل الصورة ده مقارنة بميزانية الفيلم، وبالكواليتي، وكأنه بيتفرجوا على فيلم إيطالي. ده حقيقي. فكان في إشادة الحقيقة كبيرة، يعني من وجهة نظر كمان عالمية يعني بالفيلم ده، وده اللي بيحزننا. بكمل كلام شريف طبعا وبقول له مساء الخير عليك يا اهلا يا بشرى، ازيك؟ ده اللي بيخليني اكمل كلامه في حته ان الافلام اللي بتظلم في دور العرض لاسباب واهيه او لاسباب غير منطقيه او لاسباب محزنه الحقيقه، ده يعني حاجه الحقيقه بتضايق جدا جدا، وللاسف لازم تكون في اليه يا انجي لحمايه الافلام، لابد ان تكون هناك اليه الصناع يعني يناقشوها وينفذوها على الأرض بشكل عملي لحماية الأفلام دي، لأنه في أساليب تحايل غير عادية لضرب الأفلام، وأساليب تحايل يعني كبيرة جدا لأذية الأفلام دي بدون وجه حق. بنتشحتف على فيلم عربي، لا بس مصري. انا كنت عايز اسال، يجي. انا عايز اسال كراجل مشترك في الفيلم ده، ممثل يعني، عايز اسال بشرى، فين يا بشرى أفيشات الفيلم؟ فين حفلات الفيلم نصها ما بينزلش من أول لحظة؟ فين الفيلم؟ فين الشاشات العرض اللي بتعرض؟ يعني احنا بنشوف ان في فيلم او اتنين لا داعي لذكر اسمهم، يعني هم مسيطرين على كل الشاشات وكل الأفيشات، انا ما شفتش أفيش واحد لينا في مكان متميز حتى، او افيش واحد حتى، انا ما شفتش والله. عايز اعرف ايه السبب. انا ما اعرفش السبب غير اني بضم صوتي لصوتك، وده يمكن ده كان احد اسباب حتى. بس انت منتجة يعني الفيلم؟ لا انا منتجة الفيلم، لكن انا مش الشركة اللي هي بتنفذ الفيلم، ولا الشركة اللي تملك الفيلم، والشركة اللي انتجت الفيلم، ولا شركة التوزيع اللي اشترت الفيلم، ولا الموزع اللي على الارض اللي ماسك الفيلم، مع احترامنا للجميع طبعا. وده يمكن ده كان احد اسباب اعتراضي على يعني عدم وجود الدعايه اللائقه الكافيه. لا مش كافيه، ما فيش دعايه اساسا. هي المشكله، المشكله ان الفيلم فعلا قد ايه حاجه، يعني انا لما شفت الافيشات بتاعته على السوشيال ميديا وهم لابسين جميلة. الابيض، حاجه فنيه. وهي نفسها بشرى كانت معايا هنا في البرنامج، كان فيلمها بيعرض مع مصطفى قمر، وقعدت تتكلم عن الفيلم ده وكانت مستنياه، وعماله تقولي انا محضره مفاجاه، انا عندي حاجه طول الوقت كانت بتتكلم. انا بقول هي فنانه وهي ممثله، هي محضرة ده. اكيد لما بتتعب في فيلم وتلاقي ان هو ما اتخدمش اكيد هتزعل. انا عايز يعني اعرف، انا نفسيتي تعبانه جدا بسبب موضوع الفيلم ده. لا انا مش بس بزعل، انا بزعل باخد موقف، ولذلك استقلت كمان من الشركه، لانه انا صاحبه موقف، وده كان حتى كلامي مع الاستاذ خالد الصاوي، انا حتى قلت له لما كلمني صرحت له، قلت له انا برفع الحرج عن الجميع يا جماعه، لانه انا مش شايفة انه فيه اهتمام بالدعاية لهذا الفيلم كما ينبغي، ولذلك انا برفع عنكم الحرج جميعا ان حد يبقى عامل لي خاطر، وانا بنسحب، وحتى استقل.
بسبب انه انا شايفه انه المفروض ان احنا كنا نعمل دعايه اكتر من كده للفيلم او نهتم اكتر من كده بالفيلم، لكن هو دي حاجه مش بايدي للاسف، لانه مش انا اللي باقر ميزانيه الدعايه للفيلم. انا تعبت جدا عشان اجيب تمويل للافلام، وفعلا الحمد لله اتميت عملي بشكل كامل بمساعده فريق العمل المخرج ورانيا الجيد والنجوم. وعايزه اقول ان النجوم في الفيلمين سواء فيلم اولاد حليم كريم او ليه تعيشها لوحدك، الحقيقه كانوا بمثابه عشان بس الكلام ما يتفهمش غلط، منتجين بروحهم وبقلبهم مع الافلام ومع الدعايه، وقفوا بشكل شخصي ومن جيوبهم الشخصيه ومن صبرهم ومن وقتهم ان هم يدعموا هذه الافلام. فعشان كده انا ما عنديش رد ليك والله الحقيقه سيف، لانه دي حاجه خارج اختصاصاتي وخارج اطار. طب بشرى انت لما بتخاطبيهم او بتكلمي المسؤولين، فين الدعايه، فين الافيشات، فين حاجات الفيلم؟ واحنا بجد احنا كمصريين بنقعد نهاتي عشان عايزين نشوف افلام مصري، عايزين نشوف فيلم عربي. النهارده ما بيتعمل فيلمين ثلاثه عربي وبنكون عايزينهم بجد يكونوا موجودين ويطلعوا للنور وكل الناس بتدعم ده في الاخر. ما انا اوكي، افلام جيده وتصلح على الصعيدين، المهرجانات والتجاري وافلام تجاريه. طيب النهارده يعني زي سوري يعني كده زي ما بيقولوا بالبلدي بنتشحت، فما نلاقي فيلم مصري دلوقتي بالزبط. موجود واما يكون موجود ومعمول وحلو طب بنخفز بيه الارض. طب هو في ايه؟ لا مش بنخفز بيه الارض، بس عندما لا يجد فيلم اللي يقف معاه ويدافع عنه ويدعمه، يعني اذا ما كانش الفيلم وراه شركه تقف وراه وتدعمه وبتاع، مش هينفع الاشخاص يعملوا كل حاجه، دي كيانات يا انجي. يعني احنا انا كشخص عملت اقصى ما استطيع، شريف منير عمل اقصى ما يستطيع، كلكم انا عارفه طبعا، عارفه الكواليس، المخرج وفريق العمل وكل الناس اوكي، لكن لابد ان يكون هناك خطه دعائيه وليها ميزانيتها والكلام ده كله. انما للاسف احنا دلوقتي ما بقيناش نهتم، طالما ان الافلام دي خلاص هتباع بره او هتعرض بره. وانا قلت لك الكلام ده عندك، أيوة حتى بشكل عام قلت لك لما مشكله السينما في مصر، طالما المنتج باع وضمن فلوسه ما بقاش بيفرق معاه، مش مهم حقيقة. بقى الفيلم في دور العرض هيبقى عامل ازاي. انا قلت لك الكلام ده ايوه صح قبل هذه الواقعه، خالص قبل الفيلم ده حقيقه اتقالت وعندك التسجيل موجود يعني. فانا بس بقول ده، ولذلك انا اخذت الموقف اللي يرضي ضميري واللي يرفع الحرج عن الجميع علشان ما حدش يعمل لي خاطر بصفتي زميله، وانسحبت خالص بعد ما اتميت بقول لك الافلام كلها واتسلمت. فانا بالنسبه لي انا كده راضيه جدا عن اللي قدمته، عن اللي المجموعه قدمته، عن العمل في الاخر كمنتج اللي طلع للناس واللي استحسنوه واللي هيفضل في التاريخ وفي الذاكره. لا الفيلم حلو وهيفضل موجود، يعني هو الفيلم موجود، هو في زمنه دلوقتي زيه زي ما في افلام تانية كتيره جدا نزلت في وقتها وما اشتغلتش. يعني بس كان الواحد بعد تعبه وجهده نفسك طبعا لازم كانت الناس تتفرج عليه، ما هو هينزل بعد كده في محطات وكل حاجه. يعني عايز اقول لك الكيتكات ما عملش ايرادات، هو بس الكيتكات ده اسوار القمر كنت لسه بشوفه من كام لا انا بكلمك على الكيتكات، لانه الكيتكات فيلم بيعد من اهم 100 فيلم في السينما المصريه وما عملش ايرادات كفايه. عوده مواطن انتاج الدكتور يحيى الفخراني ما عملش برضو ايرادات، انما لما نزل الناس ما بتنساهوش. انما الطبيعي الطبيعي لاي فنان بيحب شغله، وانا من النوع اللي بنتقي شغلي وابقى حاطط عليه امال كبيره قوي وبعدين الاقيه ما حدش اهتم بيه، فطبعا لازم ازعل، لازم احزن، ازعل طبعا. حقك يعني. حقك والله يا شريف، حقك وحق كل الصناع اللي تعبوا وحق الناس اللي عملت عمل محترم في الاخر الحمد لله، من النقاد ومن الجمهور ومن كل، حتى اقول لك الاجانب والناس اللي اصحاب الخبره بقى في هذا المجال من العالم الثاني بقى اللي فيه الاحترافيه واللي فيه النظام اللي احنا نفسنا نوصل ليه ونفسنا نبقى زيه ان شاء الله، او نعود لاصلنا، نعود لاصل اللي كنا عليه قبل كده. ومعلش هي الصناعه في ازمه، واحنا دايما نقول الكلمه دي، واحنا اي حاجه بنعملها دي حلاوه روح، يعني بنحاول ان احنا نعمل اللي نقدر عليه. انا بشكرك جدا والله يا شريف على ما ربنا يخليك يا بشرى، وانا بشكرك على السيناريو الحلو اللي اخترتيه ده، وبشكر بقى حسام الجوهري بقى لانه ده موضوع لازم نتكلم فيه بقى، عمل شغل كتير. لا وشكرا لكم جميعا والله، استمتعت كمشاهد بالفيلم جدا جدا،
وسعيده جدا بيكم، بشكركم جدا على سفركم ده بجد والله. لا هو فيلم يستاهل المشاهده، وليه تعيشها لوحدك، واسمه لوحده انا عاجبني، يعني اسمه لوحده بالمزيكا اللي فيه لا لا هو حاله حلوه قوي قوي قوي، وفيلم مختلف، وده اللي احنا طالبينه. يعني في نفس الوقت اللي احنا فيه ده، في ابو النسب وفي الاسكندراني وفي اللي تعيشها لوحدك، احنا عايزين نشوف التنوع ده طبعاً في السينما. طبعاً يعني مش عايزين نشوف سينما واحده، سكه واحده، هزار واحد. اديكي قلتي يا انجي، عايزين نشوف عايزين نشوف ورونا ورونا اللي في ايديه يورينا، لازم يورينا عشان لما نشوف نقدر ايه نستمتع ونتبسط ونقيم ونقول. لكن احنا للاسف يعني دايما نيجي على الطبخه كده ونبوظها عشان شويه ملح. يعني معلش 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 في الاخر الحلو حلو. مبروك وافرحوا، مبروك وافرحوا، مبروك الجمهور، ومهم راي الناس، والمهم ان الفيلم ده يعني في مكتبه كل انسان شارك فيه، فيلم مشرف ومحترم أكيد ويرتقي مستوى السينما المصريه، والكل اسم ونجم موجود فيها حقيقي. ده صحيح. طب قبل ما اختم بقى، عايزاكي تسالي الشيف منير سؤال. اتفضلي يا استاذه، حطي نفسك بقى مكاني دلوقتي وارجعي تاني للاصل. اصل اصل ايه الشخصيه اللي نفسك تعملها يا شريف، وكانت حلم سواء قديم او حديث، ونفسك تعملها ولسه ما عملتهاش؟ كان نفسي ألعب شخصية، بس هي طبعا اتحرقت في بعض الحاجات، بس ليها جوانب أخرى، شخصية الحارس الخاص للشخصية الهامة. قناعته أنه لما بينزل وبيقف وممكن يبقى بيحط نفسه في خطر، في خطر، وهو مقتنع تماما بالموضوع ده. وبس ان شاء الله يبقى في حاجه شبه كده قريب باذن الله. ان شاء بجد الله. ان شاء الله. طب ان شاء الله كيفن كوستنر مع ويتني هيوستن ذا بودي جارد. لا احنا شريف منير بتاعنا اقوى بكتير. لا وشريف منير بتاعنا احلى واقوى بكتير. اللي انا فكرت فيه في وقت من الاوقات، بس انا عموما بحب دايما اروح للاجتماعيات، يعني لان بحب احس بالناس في بيوتها، فنفسي اعمل حاجات برضو ليها فيها علاقات انسانيه وكده. ما فيش حاجه معينه، انا بستنى لما الدور احس انه حاجه جديده ما عملتهاش قبل كده واخش اعملها. ما فيش عندي حاجه معينه يعني. بشرى بشكرك جدا جدا جدا، ولا تستقيلي واستمري. لا لا انا زي ما بقول كل مره كل مره بقول اشتغل بمزاج واشتغل بالاصول الصح بقى، من غير ايه ما يبقى في حاجات من هذا القبيل او من نوع. فان شاء الله لما يعني اقرر اعود بجد، يبقى الواحد في ايديه القرار او في ايديه keep fighting على I will try my best. الحقيقه في وسط المناخ الصعب ده، بس ان شاء الله ربنا يقف معانا. ان شاء الله ان شاء الله. هابي نيو يير يا حلوه. كل سنه وانتوا طيبين. وانت طيبه. اوكي باي باي.